الو السلام عليكم كده مع بعض الو اه اول ما بفضل معك السلام عليكم ورجعنا مهاجد اهلين بخليل ارحب ثالث حفل اتصال الخليج الظاهر انتم اللي كنتوا مشرفين عليه ومنظمينه صح؟ نعم 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 ومن عقبها ودعايات ما بقى حفل ما اعلناه لو غطيناه طيب ليش ما تسوون حفل حق اي شو؟ والله يعني كان المفروض ايه والحقيقه والواقع ان انا الاوان انا الاوان انا الاوان كان المفروض ان انا الاوان ولا انا الاوان الحين؟ انا الاوان الحين طيب وانت يا ماجد ما في عذر ما في عذر ما حقيقه غياب حفل اي شو عن الساحه؟ هل السبب مو شيء مخفي أم موجود في الحقيقة كل ذلك وأكثر على طاولة يا عائشة هل الأكاتسكي دخل في الموضوع وهل واصل إيش يا مدى والتلاعب بعقليكما والوقت ترى هذا يقولوا عنه مو كويس يقولوا عنه مو كويس هذا يوتشي همدا ونفا ما زين ما كويس كرنا كويس مو كويس تلعب في كل حاجة وفي الأخير طلع متلعب فيه بعد وعدنا لكم أخيرا حفل AI Show حفل AI Show قرر أخيرا يخرج سوينا عليكم تسكيومين أبدية وندخلكم في حفل واحد حفل AI Show أول شيء التاريخ متى التاريخ يا محمد؟ التاريخ راح يكون 11 12 13 يناير يوافق خميس جمعة وسبت من 2018 اللي هي بداية إجازة الربيع يعني بقى لي 3 شهور 4 شهور كذا قريب جدا على حواليها على حواليها تعلمون في الدراسة مع أول ويكند في إجازة الربيع راح ينطلق حفل يا شوكون الموقع يا إبراهيم طبعا الحفل بيكون في أرض المعارض في الكويت في قاعة 4A يس 4A ماجد داخل سكيومي الأبدية نعم قاعد تتحلم AI Show Con شنو؟ راح يكون شيء تجمع لكل أوتاكو عربي تعالوا استدعاء لك عايز لكم شو سنو جوتسو كذا تعال كلك إبراهيم عطهم اللوك بوس حق أرض المعارض خلاص هذا اللوك بوس أبدي أيا كنت تعلمنا في أرض المعارض اللي هو اللوك بوس اللي قلنا خيطة جوجل ماب مربع وصل حطنا لكم الخرائط إن شاء الله تجون عليها الفعاليات اللي احنا ناويينها رؤية كانت عند AI Show لما تأسست قبل 4 سنين شنو كانت الرؤية؟ أظنك بتكمل هذا اللي قاعد تسأل ايه قاعد أستنى الله يكمل ما دي فهمت انه يسأله خلاص انا بكمل وهنكم ما حقصها في المنزل والله ما تنقص انا بكمل قاعد تكمل حلفت انا طبعا هو قال لنا احنا كنا نظن هو اللي قاعد يشرح العكس خلوه اوكي طيب يلا قاعد يطلع من المرايه وشوفه قاعد يطلع فيني قاعد يطلع كذا يلا عاد انا في المونتاج تعزلت الحين خلص شنو تبين انا اتكلم اي قاعد مقلد نفس الحركه اللي وقفت عليها من ساعه والله يقطع بريدك اصبر على الرقبه استغفر الله العظيم رؤيتنا كانت مكان واحد يجمع كل الاوتاكو العربي زي ما قلنا لكم نبيكم كلكم موجودين في قاعه واحده نتناقش كلام واحد نشوف مع بعض اخر الاحداث بنجيب لكم ان شاء الله كتاب قصص الانمي المانجا رسامين مانجا ان شاء الله باذن الله برضو اللي هو مانجين اصوات حق شخصيات الانمي باذن الله واستديوهات الانمي استديوهات الانمي باذن الله قاعدين تواصلنا معهم الحين الحمد لله وصلناهم وننتظر وجودهم وقاعدين مو بس نراسل اللي في اليابان ايضا اساطيرنا في العالم العربي نعم برضو ذيلي كانوا معنا من الطفولة كانوا معنا من البداية فإن شاء الله ما راح ننساهم بإذن الله بإذن الله وبين احنا ذكرنا أساطير العالم العربي ما راح ننسى المبدعين في السوشيال ميديا في مواقع التواصل الاجتماعي بما فيهم اليوتيوب السناب الانستغرام تويتر فيسبوك الباقية اللي معك تويتش يو ناو كل اللي ساهموا معنا ان احنا نوصل صوت الاوتاكو وان احنا نخلي الاوتاكو مجتمع كامل حياكم الله حياكم الله تواصلوا معنا عشان نقدر نعطيكم ان شاء الله اللي هو باص اعلامي بنحط لكم الحساب اللي تتواصلوا معنا تواصلوا عليه عشان تاخذ الباص حق الدخول للحفل ان شاء الله تيمو كان راح يكون موجود ان شاء الله هذا بنسوي واحد كبير نسوي له واحد كبير عند المسرح وعند المسرح يتزاس اللي يجي لطخه كف عشان ويا أصحاب البوثات ويا مبدعين اللي تحتاجون طاولات العدد محدود راسلونا القاعة كبيرة جدا مع ذلك التواصل كثير صاير عندنا لحجم البوثات فسارعوا
بالتواصل مع الحساب اللي تشوفونه قدامكم. هذا حساب ثاني غير اللي مزاح. ايه هذا حساب ثاني. هذا حساب حق البثات. واخذته من عنه عشان يعرفون. فتواصلوا عليه وحجزوا البثات باسرع وقت عشان زي ما قلت لكم في طلب كبير صاير على البثات وما نبغى تفوتكم الفرصه. وايضا بالنسبه للتذاكر يا باشا. طبعا التذاكر بيكون في نوعين من التذاكر راح تتوفر ان شاء الله بجميع التذاكر في متاجرنا سواء في الكويت او في السعوديه باذن الله. وفي راح يكون توصيل داخل الكويت وفي السعوديه برضو. واذا كنت برا ذي نقدر نشحن لك اياها حتى احنا من السعوديه لما الامارات البحرين عمان المناطق الاخرى نقدر نشحن لك اياها عادي. يا مرحبا بكم جميعا نتشرف بحضوركم. طبعا بس ملحوظه تذاكر الفي اي بي محدوده جدا ولهم ميزات خاصه ميزات خطيره مباب خباتنا في تغطيه الحفلات لمده 3 سنين عرفت اجمع شي اللي يحبونه مالين الفي اي بي واوجدها لكم ان شاء الله نوجدها كلكم ان شاء الله في مكان واحد باذن الله. لا تفوتكم تذاكر الفي اي بي. وايضا الاهم من هذا كله الحفل. شو راح تسوون في الحفل يا شباب؟ انا بستهبل والله. كل الحفلات الماضي تعبان قاعد في المتجر مره بستهبل هل ما بستهبل بس انك سوي كسبلي سوي كسبلي يوم كل خمس صفقك على وجهك واحنا داخلين على المسرح سوي تبل لك. طبعا الحفل راح يكون 70% مهتم بعشاق الانمي وعشاق المانجا والثقافه اليابانيه وما راح ننسى ايضا عشاق الجيمز والكوميكس والمصارعه. راح نسوي لكم ان شاء الله فقرات حلوه ونحاول نبي لكم شيء من احتياجاتكم الرائعه في الحفل ما راح ننساكم. راح يكون في مسابقات جيمنج خاصه بالانمي ايضا عشاق نعم. الانمي بطولات جيمنج من بينها يوغي يو بلوت. لا يوغي ها ما في يوغي يو بلوت ما في انمي بلوت ما في انمي بلوت لا ما في يوغي يو صن أربعة أكسوديا أربعة أكسوديا صن هو لاعب لا مشكلة قاعد يعرف كل يوغي توم تابع ويلعب متابع ويلعب اللعبة. شوف هذا وصة خمسة وصة المية خمسة أشكال صح؟ هذا وصة أكسوديا يوغي يو يلا تعال كبوت. طبعا بالنسبة للبوثات إن شاء الله بيكون يعني بنحاول أغلبها تكون متخصصة في الثقافة اليابانية والأنمي بشكل عام يعني بوثات حقت انمي حق اكلات يابانيه حاجات يابانيه متخصص ياباني رسم اي حاجه كلها قد ما نقدر نحاول نخليها مختص باليابان الثقافه اليابانيه والانمي. ايضا راح تكون في زاويه حق قناتي ايشو المره مش المتجر متجر منا موجود اكيد ولكن اتكلم كان قناه زاويه اي اي شو عالم اي اي شو عالم اي اي شو راح نسوي فيه اشياء مجنونة بإذن الله مجنونة مجنونة. بالنسبة للمطاعم والكوفي شوبات راح نحرص أيضا نوفر أماكن متميزة في الأنمي والثقافة اليابانية تقدم لكم عشوية رامن تاكوياكي دانجو الجيمات يا ابن الحلال ترى طلعت الجيمات مسلوقة فما يحتاج شفت الجيمات بدل تحطها في الزيت تحطها في الماء يلا هذا إعلان وطبخة ما راح يلا. عشاقنا من الكوسبلاير انشر الفيديو هذا نبي ياسر كناري بن هشيم يعيشوكون قادمون مجرد ما يتأكد اسم من الأسماء اللي احنا راسلناها والمفاجآت اللي بنسويها للحفل هذا انستغرام اي شو سواء متجر قناه او حفل انستغرام موحد راح تنزل فيه كل الاشياء والاخبار الجديده اول باول ان شاء الله. وعند الشاب الضيف هناك سناب اي شو الموحد سواء متجر حفل او قناه راح تشوفون عنده كل الاشياء. انا ما عندي ايميلنا ايميلنا اذا اللي بيرسلنا حط ايميل حطيت ايميل حط ايميل يا مدير الحين يريد ايميل مدير الحين يريد ايميل ترى ما في المونتاج اسوي الصوت حق الايميل طلع فعلى ذكم سبلو لولوب راح الايميل طلع تويتر يا مدير طلع تويتر عن تيمو كن تويتر تيمو كن هنا تويتر الواحد حق اي شو باذن الله تنزل في الاخبار برضو تتواصلنا عليه باذن الله باذن الله كذا نكون وصلنا احنا نبي نكون ايش اكون مع بعض بس مو بكذا وصلنا اوكي كذا وصلنا نهاية اعلاننا حق حفل ايش اكون ترقبونا ان شاء الله لو صار في اي تحديث جديد زي ما قلت لكم راح يجي وحرصوا على شراء التذاكر اول باول خصوصا الفي بي قبل لا تخلص عليك العدد محدود. وبالختام قولوا معي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا تنسون السبسكرايب اللايك الشير اصبر يا ابو ابو النبايه بيقول سبسكرايب متلخبطين مع عيالك
ولا تنسوا السبسكرايب واللايك والشير ونشوفكم على خير. We'll be right back.